أشغال المؤتمر الدولي 17 للمدن والموانئ افتتحت تحت شعار مستقبل أزرق ملهم بمدينة طنجة، مؤتمر يهدف إلى فتح نقاش دولي بين مختلف المتدخلين الحكوميين والمجالس المنتخبة والهيئات المدنية ومؤسسات البحث حول سبل المزاوجة بين إكراهات التنمية وتطور المدن الساحلية. ومن خلال مفهوم مستقبل أزرق ملهم تسعى الجمعية الدولية لمدن الموانئ، وهي منظمة غير حكومية جمعت على مدى 30 عاماً الجهات الفاعلة في المناطق الحضرية والموانئ وشركائها في جميع أنحاء العالم، تسعى إلى التأكيد على الدور الأساسي الذي يتعين على المدن والموانئ أن تؤدي في هذه المهمة وفي القضايا الحاسمة من أجل مستقبل مجتمعاتنا واقتصادنا وبيئتنا. وجرى التأكيد على أهمية الموضوع الذي تم اختياره لهذه الدورة، والذي يدعو المتدخلين والمهتمين بوضوح إلى المشاركة والتبادل وإلهام بعضهم البعض من أجل مستقبل أفضل، مستقبل يكون فيه الاقتصاد الأزرق شاملاً ومستداماً وفي قلب اهتمامات مدن الموانئ.